مرحبا، بدي أحكي عن شهر حزيران يونيو. كيف بده يكون شهر حزيران يونيو لكل الأبراج؟ هيدا شهر كتير مهم، لأنه أهم حدث بهيدا الشهر أنه الشمس بتنتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان بتاريخ 21 حزيران يونيو بتمام الساعة يلي بحب يعرف 4:25 دقيقة الصبح Universal Time، يعني بتوقيت بيروت الساعة 7:25 دقيقة صباحا. هلأ كل يلي بحب يعرف مواقع النجوم بلحظة ودقيقة انتقال النجوم من موقع إلى آخر بيقدروا ياخدوا الجدول من كتابي كارمي شماس 2017. هيدا الشهر مهم لأنه في عنا أيضا سوبر مون، يعني القمر والشمس بيلتقوا مع بعضهم بتاريخ 24 حزيران يونيو ببرج السرطان. عنا قمر جديد سوبر مون لأنه يقع كتير قريب من الكرة الأرضية، وبالتالي اسمه سوبر مون وتأثيراته رح بتكون مهمة جدا. بما أني عم بحكي عن أواخر شهر حزيران يونيو، بدي إلكن وخبركن أنه آخر أسبوع بشهر حزيران يونيو حافل بالأحداث. مثلاً بتاريخ 28 في عنا تراصف بين المريخ وميركوري عطارد، وهيدا الشيء معقول يجذب المشاكل، مشاكل عنف ومشاكل العلاقة بترانسبورت ترانسبورتيشن وسائل النقل. في عندي أيضا بآخر يوم بشهر حزيران يونيو في عندي مواجهة فلكية بين عطارد وبلوتو يجذب مشاكل العنف، وأيضا يجذب مشاكل على الأمور كمان وسائل النقل. هذا معناته الأسبوع الأخير وتحديدا الأربع خمس أيام الأخيرة من شهر حزيران يونيو عابقة وحافلة بالأحداث الفلكية يلي بتترجم سلبا على الكرة الأرضية. في عندي بهيدا الشهر أيضا وبمطلع هيدا الشهر بتاريخ 3 حزيران يونيو في عندي تراصف بين الزهرة وأورانيوس. هيدا الشيء معناته هنالك زعل وهنالك حزن لسبب أو لآخر على الكرة الأرضية بسبب أحداث عنف احتمال. أيضا في عندي مربع بين ميركوري عطارد ونبتون بمنتصف حزيران يونيو، وهذا الأمر يجر كمان مسائل قد يكون العلاقة كمان سلبا بوسائل النقل، ويمكن يكون العلاقة بوسائل الإنترنت، فأعملوا حساباتكم. الفول مون هيدا الشهر يقع بتاريخ 9 في برج القوس. كيف هي مواقع الكواكب المهمة؟ عنا عطارد بالجوزاء والسرطان، فينوس موجود ببرج الثور، المريخ يتنقل في العشرية الأولى ونص العشرية الثانية من برج السرطان، المشتري يتقدم وأخيرا يتقدم برافو المشتري وأخيرا يتقدم في برج الميزان بتاريخ 9. فكل هيدي الأمور بتخليني أقول أنه فلكياً هيدا أسبوع ناشط جداً جداً جداً، وتوقعوا التغييرات والأحداث على مصراعيها. خليني أبدأ بالأبراج. البداية برج الحمل، وهون برجع بذكر الجميع أنه يلي بده المزيد من التفاصيل عن الأبراج ما قاله إلا يتابع أبراجي بالكتاب، كتاب كارمن شماس كارمن والأبراج 2017، الكثير من التوقعات، الكثير من الأخبار الشهرية، تفاصيل العاطفية والمهنية واليوميات ومواقع النجوم والسوبرمون وأطوار القمر. بالنسبة لبرج الحمل، مولود برج الحمل هيدا شهر بيحضرك لحتى تنتقل من مرحلة التحركات الكبيرة المهمة يلي اشتغلت فيها في شهري نيسان أبريل ومايو أيار مايو، بحضرك لمرحلة العمل السريع الإيقاع لحتى توصل لآخر أسبوع وتتغير الوتيرة. هيدا الشهر الأسابيع الثلاثة الأولى منه هي يلي رح تعطيك النتيجة اللي انت بدك إياها، هي اللي بتوصلك للي انت بدك إياه، هي الأسابيع الثلاثة الفعالة الإيجابية يلي بتخلي مولود برج الحمل يكون هو الناشط الأنشط الأقوى وهو الأبرز
ما بتتركها 3 أسابيع يمرقوا مرور الكرام. هدول 3 أسابيع الأولى وتحديدا حتى تاريخ 20 حزيران يونيو هي اللي بتحمل لمولود برج الحمل القدرة على التواصل مع الناس والقدرة على الدفاع عن قضية وللتواصل مع الإخوة وللتواصل مع الأشخاص اللي بهمك أمرهم وللتقدم ولإنجاح المشاريع. الأسابيع 3 الأولى تحمل لمولود برج الحمل أيضا نجاح مادي، أخبار سارة في الامتحانات والنتائج الأكاديمية وغيرها. هيدا الأسابيع 3 الأولى من أفضل الفترات يلي يشعر فيها مولود برج الحمل أنه سباق ومتقدم على غيره. حتى عاطفياً هنالك مبادرات حلوة تجاهك، هنالك مصالحات، هنالك حب، هنالك راحة، هنالك استراحة، هنالك طمأنينة، هنالك دعم مستمر لك، مع احتمال يكون في ارتباطات جديدة إذا أنت عازب وحابب ترتبط. حتى مهنيا هنالك ارتباطات جديدة لمولود برج الحمل. أما الأيام 10 الأخيرة وبسبب بداية فصل الصيف وانتقال الشمس من برج الجوزاء لبرج السرطان، مولود برج الحمل هنالك دعوة لك هيدي السنة بمطلع فصل الصيف لحتى تتعامل مع الأمور بطريقة كتير ناضجة وبطريقة فعالة بطريقة رايقة. ما تنسى أبدا أنه الكوكب المريخ اللي هو كوكبك الحاكم يتنقل في برج السرطان، وبالتالي يبدو وكأنك كل قوتك وكل طاقتك يبدو وكأنه مولود برج الحمل حابب أنه يحط كله في البيت في العائلة وفي المسائل العائلية. فنصيحة لمولود برج الحمل أنه ما تخلي الطاقة المريخية تسبب لك مشاكل وتنهي فصل الربيع وتبدأ فصل الصيف بمشاكل مع عائلتك مع أحبائك. حاول ما تسبب لحالك ما تجر لحالك أمراض ووعكات صحية. جميع الأحوال بعتبر هيدا الشهر بعتبره شهر فعال، شهر نشط، شهر إيجابي، شهر كتير مهم ويحمل لمولود برج الحمل ارتباطات، أخبار سارة، وفي احتمال ويوجد احتمال أنه مواليد 1 ل5 نيسان أبريل تكون على موعد مع ارتباط عاطفي أو حتى مع ارتباط مهني. أفضل الأيام إذا بدي أختار لكم أفضل الأيام بشهر حزيران يونيو، اختار لكم تاريخ 18 و19 لما القمر بيكون ببرجكم. هنالك تاريخ ايضا بعتبره تاريخ حلو وبتقدروا تستفيدوا منه كتير مش شوي، وهو 8 و9 حزيران. أسوأ الايام لمولود برج الحمل نسبيا بتصور رح بتكون 24 25 وايضا تاريخ 30 حزيران يونيو. برج الثور، بالنسبة لك مولود برج الثور بسنة 2000 وبشهر حزيران يونيو، مولود برج الثور يتقدم. أنت في مرحلة تقدم، أنت في مرحلة نجاح، أنت في مرحلة انفراج. الجميل جدا هيدي السنة لمولود برج الثور أنه بشهر حزيران يونيو كوكبك الحاكم فينوس يتنقل في برجك وبيحمل لك أخبار مهمة جدا، بتطمئن لك بالك وبتحمل لك أفراح وبتحمل لك نجاح وبتحمل لك مكاسب، أخبار سارة على مختلف الأصعدة حتى دراسيا. الحلو أيضا بهيدا الشهر أنه مولود برج الثور، فخليني أكرر وأقول لك أنه الحلو مولود برج الثور أنه هيدي السنة الأخبار رح بتكون حلوة، رح بيكون في تبادل معلومات حلوة، رح بيكون تبادل خبرات حلوة، هنالك حب، هنالك مصالحة، هنالك انفراج، هنالك نوع من إطلالة حلوة لألك publicly، فيها تكون حتى اجتماعية، فيها تكون بشغلك، فيها تكون مهنية.
بالنسبة لك مولود برج الثور، يبدو وكأنه أول شيء كوكبك الحاكم فينوس عم يجلب لك، يجذب لك، لأنه موجود ببرجك، يجذب لك صفحة جديدة عاطفية أو مالية. لأنه كوكب المريخ موجود في برج السرطان، يبدو وكأنك أنت بهيدا الشهر تملك القدرة والطاقة على التعبير عن نفسك، وهيدا الشيء اللي بيعطيك الجرأة لحتى تكون سباق بعملك، لسباق في الدفاع عن أعمالك. ولأنه إجمالا مولود برج الثور هو إنسان شوي خجول، أو إنسان يفضل عدم أخذ المبادرة، كوكب المريخ رح يعطيك القدرة لحتى تسيطر ولحتى تاخذ أنت المبادرات. أخبارك كتير حلوة، كتير نشيطة، كوكب عطارد عم بيسرع عندك الأخبار. لا يوجد عند مولود برج الثور بهيدا الشهر، لا يوجد أخبار أو توقعات أو عقبات أو كواكب معاكسة، بالعكس تماما. مولود برج الثور بعتبر أنه هيدا الشهر رح بيكون شهر فعال إيجابي جدا. الأسابيع الثلاثة الأولى تحمل لك مبادرات، امتحانات، لقاءات كتير مهمة، على الأرجح كلها رح بتكون ناجحة، هنالك حب وهنالك مصالحات عاطفية وعائلية أيضا. الأيام العشرة الأخيرة أو لما بيبدأ فصل الصيف ابتداء من تاريخ 21، يبدو وكأنه مولود برج الثور بيوعى بصحصح أكثر، وهنالك نشاط وهنالك قدرة لحتى يفسر، قدرة لحتى يبرز بمحيطه الاجتماعي وغير الاجتماعي. يبدو وكأنه مولود برج الثور شخص فنان، شخص عبقري، شخص فيلسوف، وقادر أنه هو يسيطر على مجرى الأمور. الظروف كلها بتقول أنه شهر حزيران يونيو شهر إيجابي لمولود برج الثور، فحاول أنه أنت تكون أبضاي، تقوي قلبك وتشتغل من كل قلبك. بالنسبة لك تأثير الفول مون ما بيأثر عليك سلبا بتاريخ 9 حزيران يونيو، بالعكس بيعطيك القدرة لحتى تنتقل إلى مرحلة تصفية حسابات مادية وغيرها. أما القمر الجديد السوبر مون بتاريخ 24 حزيران يونيو، فبيخلي عند مولود برج الثور مجال، بيفسح المجال لحتى تبدأ صفحة دراسية أو علاقة جديدة مع إخواتك أو أصحابك. أفضل الأيام بشهر حزيران يونيو لبرج الثور هو تاريخ 1 و2، أيضا في عندك تاريخ حلو 11 و12، الأفضل هو 20 و21. أسوأ الأيام نسبيا بالنسبة لمولود برج الثور هو تاريخ 5 6 7، أيضا في شوية تعب بتاريخ 18 و19 حزيران يونيو. للمزيد من الأخبار لبرج الثور تقدروا تتابعوها بكتاب كارمن شماس، في عندكم كل الأيام، اليوميات وأيضا تفاصيل أخرى مهنية وغير مهنية، لكن بقول لك وبطمن لك بالك أنه هيدا شهر أنت رح بتكون فيه سباق كتير. بالنسبة لبرج الجوزاء، مولود برج الجوزاء بقول لك أنه هيدا شهر تتابع في نشاطاتك بقوة، تتقدم بقوة، أنت سباق جدا جدا جدا، الشمس موجودة ببرجك وبالتالي لا يوجد غبار على أي مسألة أنت بتعملها، بالعكس تماما أنت حامل الرأي، أنت شخص أسبق من غيرك، سباق أكثر من غيرك، أسرع من غيرك. هناك ضوء أخضر عند مولود برج الجوزاء، وبالتالي لا تخف من المبادرة، لا تخف من المنافسة، لا تخف من المشاركة، قوي قلبك وانطلق، خاصة أنه كوكبك الحاكم عطارد موجود ببرجك، وبالتالي لا يوجد تأخير، لا يوجد مراوحة مكان، بالعكس رح بتشوف أنه الأمور عم تركض ركض، ومولود برج الجوزاء يسرع أو يتسرع، ما رح أقول يتسرع، مش يتسرع، عم بيعجل بالقيام بأعماله، ورح بتكون نشيط جدا ورح تاخد حقك. كوكب المريخ يلي موجود ببيت المال عندك يمكن خليك تكون عم تصرف شوي زيادة عن اللزوم، فانتبه لها النقطة هاي، مش كل الأمور صرف صرف أموال، ركز على طاقتك،
الأموال هي طاقة، لأنه بتخليك تعرف تتصرف بحياتك، والمال هي وسيلة لحتى تقدر توصل إلى عمل ما، وبالتالي انتبه على المصاريف. لأنه كوكب الزهرة موجود ببرج الثور، هذا معناته يوجد حب ويوجد مصالحة مع ذاتك، مع ذاتك أنت في الدرجة الأولى، لأنه برج الثور هو البرج الذي يسبق برجك، هذا معناته في ستوب، في مرحلة توقف، وأنت عم تتوقف مع ذاتك، وهنالك محبة لذاتك، مصالحة مع ذاتك. طبعا كوكب المشتري صار يتقدم في حركة تقدمية، بطأ في حالة تراجعية، وهذا معناته أنه صارت الحظوظ في متناول يدك، في الجيب، يتقدم بقوة. المشتري من برج الميزان يجلب الحب، الحظ، النجاح، التسلية، يجذب أيضا النجاح والتفوق، فحط حالك في الجو، أنت شخص متفوق في شهر حزيران يونيو. الأسابيع الثلاثة الأولى رائعة ممتازة، وهي اللي بتميزك عن الآخرين، لأنه الشمس كلها مضواية ببرجك، وبالتالي مولود برج الجوزاء أنت شخص ما حدا فيه يقدر عليه. اختار الايام الافضل، وراح بتشوف انه انت قادر انك تقلب كل الاوراق وتلعب الدور اللي انت بتريده خلال هالثلاث اسابيع الاولى. الايام العشرة الاخيرة، لانه الشمس موجودة ببرج السرطان، مولود برج الجوزاء بحس حاله انه بطل هو الاول، لكن بقلك انه انت بعدك من الرابحين، الحظ بعده معك، لكن انتقلت التأثيرات لإلك لتشتغل على اوراق مساومات، مفاوضات وامتحانات على أنواعها. ما تخاف على الإطلاق. الفول مون الموجود بهيدا الشهر يقع في برج القوس. هذا معناته عم بيواجهك. وعم بيقول لك انتبه، في شخص آخر ما تاخده بدربك. يعني طاقتك القوية ما تخليها تكون جارفة، وتاخذ الاخر بدربك. انتبه على علاقه حساسه، علاقه ديليكت، هالشي انت بحاجه تهتم فيها. النيو مون السوبر مون في 24 حزيران يونيو يقع في بيت المصاري، في بيت الثروه الداخليه، في بيتك انت. يعني بدك تنتبه لحالك انت، شو اللي عم تعمله، مصرياتك وين، خبراتك وين، هل انت كفوء زياده، كفايه عندك شهادات الكافية. هيدي فترة بتسمح لمولود برج الجوزاء يتواصل مع ذاته، يسأل نفسه بصراحة، هل يا ترى برج الجوزاء انت بحاجة للمزيد من المؤهلات؟ وبالتالي مطلوب انك تشتغل على الأساس. عاطفيا بعتبره شهر كتير حلو، شهر لا داعي فيه للخوف، بالعكس تماما، هنالك احتمال انه يكون في حتى ارتباط عاطفي، بما انه المشتري يتنقل في بيت الحب عندك، في مصالحات، بيخفف شوي الضغط بصراحة عن بعض المواليد من برج الجوزاء يلي عم بيعانوا من معاكسة كوكب زحل، وهي تحديدا مواليد اللي لازم تنتبه شوي لضعف في بعض علاقاتها. هي رح لكم، هي مواليد 13 14 15 حزيران يونيو، كونوا منتبهين اكثر لعلاقاتكم. اما التقدم فواضح انه هو من حظ 1 2 3 و 4 حزيران يونيو. مهنيا في ارتباط جديد، في عقد جديد، في تقدم، في تحسن، وفي صفحة جديدة لألكن يلي حابب. حتى دراسيا في أجوبة لألكن إذا أنتوا حابين تمشوا بهيدا الطرح. أفضل الأيام 3 4 13 14 وأكيد 22 و23 حزيران يونيو. أسوأ الأيام فلكيا فيني لكم هي 8 و9 وأيضا 20 و21 حزيران يونيو. برج السرطان هيدا الشهر هو نهاية مرحلة وثم الانطلاق دغري مباشرة إلى مرحلة جديدة. الفترة يلي بتكون فيها الشمس في برج الجوزاء حتى تاريخ 20
حزيران يونيو هي فترة تحضيرية، فترة تمهيدية، فترة لإنهاء مرحلة من حياتك، وهي مرحلة للتحضير نفسياً وعملياً للانتهاء ولطي صفحة من الماضي. فمنا فترة غير فعالة، بالعكس هي فعالة في بعض المسائل، والمسائل الفعالة هي عدم مباشرة بأي شيء جديد إلا إذا هو للتحضير. يمكن أنت عم تشتغل بعملك وكل الناس عم تشتغل، كل الناس عم تشتغل، لكن الثلاث أسابيع الأولى هي بمثابة تحضير وتمهيد، ورح بتلاحظ إذا بتنتبه بتلاحظ أنه هاي الفترة أنت عم بتحضر لشيء، عم تمهد لشيء. هالتمهيد يمكن يكون لإنهاء مسألة أو قد يكون لبدء مرحلة. حتى عاطفياً فيها تكون تمهيد، عم بتشاور ذاتك، عم تحكي مع ذاتك، هل يا ترى أنا عم بنهي علاقة أو عم فكر بتقوية العلاقة لحتى تنطلق بصفحة جديدة. بس لما توصل الشمس لبرشك بتاريخ فجر 21 حزيران يونيو، حط حالك مولود سرطان انه انت وصلت الى شط الامان، انتهت سنة من حياتك وانطلقت عم تنطلق بصفحة جديدة. بس لما توصل الشمس لبرشك بيضوي الضوء الاخضر، وهنالك جو كبيرة لحتى تنطلق باللي انت بدك اياه، بتصير الامور اوضح، وهلا رح احكي بالتفصيل عنها. اذا لنرجع من الاول، مولود برج السرطان هيدا شهر مقسوم بشكل واضح الى قسمين، من 1 لـ20 ومن 20 لـ30. خلال هيدا الشهر في عنا كوكب المريخ يتنقل في برشك، يتنقل عند مواليد يتنقل عند مواليد العشرين الاولى، مواليد شهر حزيران يونيو كلهم، وايضا يتنقل في النص الثاني من شهر حزيران يونيو عند مواليد 1 إلى 9 تموز يونيو. شو معناتها؟ هيدا معناتها انه المريخ قد يجذب المشاكل لدى هيدي المواليد. كوكب المريخ هو كوكب الطاقة، كوكب المشاكل، كوكب الحوادث، كوكب الوعكات الصحية احيانا، ارتفاع في درجة الحرارة، الحوادث الشخصية، الانفعالات والمشاكل مع الآخرين. فبدون تنتبهوا كتير المواليد شهر حزيران يونيو ومواليد 1 لـ9 تموز يوليو. الحلو بهيدا الشهر انه كوكب المريخ صحيح عم بيتنقل ببرشك، لكن بنفس الوقت عم بيفعل، عم بيعطي طاقة، وكأنه استيقظ هالعملاق برج السرطان من نومه وبلش بصفحة جديدة. الحلو أيضا أنه كوكب الزهرة، كوكب المال، وكوكب الحب والمصالحات يتنقل في برج الثور، يلي هو بيت الدعم لإلك، بيت الدعم. لما الإنسان بده دعم معناته بده حظ في هالبيت الذي الحقل يلي هو الدعم، وعندك كوكب فينوس وبالتالي هنالك دعم لإلك. هالدعم فيكون على مختلف الأصعدة اللي أنت بدك إياها. التلميذ ما بيهمه الدعم السياسي أو الدعم الاجتماعي، بده دعم من أصحابه، بده دعم من أهله. الشخص اللي بيشتغل بده دعم أحيانا من المدير، بده دعم من الظروف من برا الاجتماعية، بده دعم يمكن من الوسائل الإدارية. كل شخص حسب اختصاصه. فإذا هنالك دعم كامل متكامل بالنسبة لك. عطارد عم بيشتغل عم بيركض ركض في بعض الأمور يلي قد تشتغل عليها على نطاق شخصي private personal بعيد عن الأضواء، ثم فجأة تتغير الظروف وبصير الشغل عامي واضح ابتداء من الأيام العشرة الأخيرة. شوفي عنا شيء حلو لبرج السرطان، المشتري. المشتري يتنقل في برج الميزان وبيتقدم بطريقة تقدمية، يعني منه يتراجع مثل ما كان صار له كل هالأشهر اللي مرقت. يتقدم برج الميزان، شو هو بالنسبة لك؟ هو البيت، عقر دارك. فتوقع مولود برج السرطان ابتداء من تاريخ 9 حزيران يونيو تقدم وتطور على صعيد شخصي، عقاري، منزلي، حتى أوراق ثبوتية، حتى بأمور عائلية، بسفر،
بأوراق، إن كانت باسبورات، جوازات سفر، بفيز، بدك تسافر، بدك ترجع، بدك تشتري، بدك تبيع، بتتحقق الظروف، بتفرح لظرف عائلي ببيتك. كل هالأمور رح تبلش تركض ركض ابتداء من تاريخ 9 حزيران يونيو، وتستمر كل هالظروف كلها حتى أكتوبر هيدي السنة. فحضروا حالكم موالي برج السرطان. إذا الظروف بشكل عام تسير بشكل جيد، الأسابيع الثلاثة الأولى هي للتمهيل، للتحضير للانتهاء، ولتحضير النفس والذات والأوراق والمعاملات. آخر 10 أيام مع بداية فصل الصيف يستيقظ العملاق مولود برج السرطان ويتحضر لاستقبال سنة جديدة بحياته، ورح بتكون سنة أفضل، سنة أنجح، وسنة أقوى. عاطفيا هنالك حب، هنالك مصالحات، هنالك وضوح في الرؤية بالعلاقة، هنالك قرارات بتتاخدها، بتشوف الأمور بوضوح كتير كبير. مهنيا هنالك تقدم، هالتقدم قد يأتي من خلال آخرين، من خلال يمكن أشخاص ابعاد عنك منك متوقعون، وهنالك نوع من تسارع في الأحداث خلال النصف الثاني من شهر حزيران يونيو. تأثير القمر الفول مون بتاريخ 9 بفعل عندك العمل وأيضا اهتمامات صحية. أما القمر الجديد السوبر مون فهو في برجك، وهذا بدل ودلالة فلكية أقوى أنه الأيام العشرة الأخيرة رح بتكون سوبر دايز، رح بتكون أيام سوبر عظيمة رائعة، تحمل لك كل ما هو جديد وكل ما أنت تعمل له وتجتهد من أجله. أفضل الأيام فينا نقول تاريخ 6-7، أنه أوكي، 16-17 أوكي، أهم الأيام 24 و25 حزيران يونيو. أسوأ الأيام نسبياً 3-4 أوكي، 10-11-12 أوكي، وفي عندك 22-23 كون منتبه لألم. برج الأسد، بالنسبة لك مولود برج الأسد هيدا شهر بعتبره شهر جيد، شهر يسمح لمولود برج الأسد أنه يتفاعل مع غيره، مع أشخاص، مع جهات، مع جروبات، مع مؤسسات بطريقة لامعة 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 لامعة. مولود برج الأسد أنت شخص سباق بعملك، سباق بتصرفاتك، بتحركاتك، بالقدرة على التعامل مع الآخرين، بالقدرة على التصرف مع الآخرين، بالقدرة على حياكة الظروف بتناسبك. بالتأكيد أنا بفضل لمولود برج الأسد الأسابيع الثلاثة الأولى من 1-20 حزيران يونيو هي الفترة الأقوى، الأنشط والأنجح بالنسبة لك. لا يجوز إضاعة الوقت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، هذه النصيحة الفلكية لك، لأنه الأيام المقبلة التي تتبع تاريخ 20 ما رح تكون فعالة مثل ما أنت بدك. إذا خلينا نركز على الفترة الممتدة من 1-20 حزيران يونيو، هي الفترة يلي بتعطيك حقك واللي بتعطيك اللي أنت بدك إياه. خلال هيدي الفترة وخلال كل شهر حزيران يونيو، كوكب المريخ يتنقل في برج السرطان، وهذا معناته أنه مولود برج الأسد يبدو وكأنك رح تشتغل أكثر، رح تعطي أكثر لما بتعمل لنفسك لحالك. هي الفترة يلي النشاط لما أنت بتقعد بينك وبين ذاتك، إذا أنت متعود مثلا أنك تشتغل ضمن مجموعة، رح بتلاقي أنه أنت إذا اشتغلت لحالك رح تعطي نتيجة أكتر، رح بتكون فعال أكتر، ففيك تحاول تجرب هيدا الأسلوب، هيدا النمط. الحلو بهيدا الشهر أنه كوكب الزهرة، كوكب المال، كوكب النجاح، كوكب الحب، وكوكب السلطة الأعلى بالنسبة لك والإنجازات موجودة في فينوس، موجود في برج الثور. هيدا معناته أنه مولود برج الأسد أنت شخص لامع، شخص لامع لامع لامع، نجمك لامع جدا بشهر حزيران يونيو. لكن أنا أفضل بالنسبة لك أنه المجهود اللي بدك تحطه حطه في الأسابيع الثلاثة الأولى لحتى تاخد بدل الجرعة من الحظ تاخد جرعتين.
بدل النجاح والتكريم تاخذ تكريمين. بالنسبة لك هنالك حب ومصالحات مع أشخاص تعرفهم، أصدقاء زملاء، وأيضا هنالك حب وتعارف، ويبدو أنه أنت تقع في الحب مع أشخاص تلتقي بهم في مؤسسات كبيرة، يمكن في اجتماعات كبيرة، يمكن في نوادي كبيرة. وهنالك أيضا نوع من نجومية في المراكز العليا بالنسبة لك. بالنسبة لمولود برج الأسد، كوكب المشتري يتنقل بسرعة ابتداء من تاريخ 9، يتنقل في بيت التواصل مع الآخرين، في بيت الكتابة، التنقل، الزيارات، المفاوضات، الأبحاث، الكلام والكتابة. وبالتالي لا تسكت، لا تسكت مولود برج الأسد، دافع، احكي، أنت جبار جبار وناجح جدا. احتمال انه يكون في عندك خبر صار على الصعيد المهني، على الصعيد الدراسي، وخبر صار يتعلق باحد الاخوه او من قبل احد الاخوه. يمكن تغير مكان اقامه او مكان عمل او مكان دراسي. بالنسبه لمولود برج الاسد، الايام العشرة الاخيره من هيدا الشهر تحمل ركود، مراوحة مكان، خيبة أمل، تراجع، واحتمال يكون في التباسات ويكون في زعل، فكون حذر. الأيام العشرة الأخيرة من شهر حزيران يونيو فلتكن مخصصة فقط لمراجعة أعمال، مراجعة الذات، لمراجعة حسابات فقط لغير، ما لازم يكون فيه مبادرة، ما تاخذ أي مبادرة على الإطلاق، قد تندم. تأثير الفول مون بتاريخ 9 الذي يقع في بيت الحب عندك بيضوي على هواية جديدة، على علاقة جديدة، على علاقة أو على حدث يتعلق بأحد الأولاد. يمكن تحتفل بحدث وظرف حلو عائلي، أو يتعلق بعلاقة أنت بتحبها، أو يمكن تبدأ علاقة جديدة. النيو مون سوبر مون بتاريخ 24 يحذر مولود برج الأسد من أخذ مبادرات، ما تاخذ أي مبادرة تندم عليها. هالفترة برجع بكرر، الفترة اللي هي آخر أسبوع، آخر 10 أيام شهر حزيران يونيو، هي ليست للمبادرة، ليست للتحرك، هي فقط للابتعاد عن الأضواء شوي، للعمل روتيني فقط لغير، ولعدم اتخاذ قرارات كبيرة جذرية. هي فقط للنظر داخل ذاتك، للمصالحة، لتحكي بينك وبين ذاتك وتشوف شو هي مصالحك. بالنسبة للأيام الأفضل بهيدا الشهر هي 8-9، أيضاً 18-19، 26-27. أسوأ الأيام فيها تكون 13-14، 24-25 حزيران يونيو. برج العذراء هيدا الشهر شهر كتير مهم، فعلا شهر كتير مهم، لأنه بهذا الشهر يبدو وكأنه يتقرر مصير معين. هالمصير المعين يمكن له علاقة بالدراسة، يمكن له علاقة بالشغل، بالعمل، حياة المهنية، له علاقة بموقع اجتماعي، زواج، ارتباط، يمكن يكون له علاقة بمسألة موقع اجتماعي، يعني حدا بيرشحك إلى منصب كتير مهم، وقد يكون له علاقة بأحد الوالدين. الأسابيع 3 الأولى بعتبرها أسابيع كتير مهمة وبتعمل فرق كتير بحياتك، بموقعك. هن هالثلاث أسابيع بيحملوا ضغط، توتر، هنالك قلق، ولكن هذا القلق هو بالنتيجة، هي بالنتيجة هالفترة هي اللي بتقرر المسار، هي بتقرر النهاية، وبتقرر الموقع اللي بدك توصل له، الموقع الدراسي، الأكاديمي، الاجتماعي والمهني. من المستحسن انه ما يكون في تسرع، تهور، انفعالات، لحتى تقدر انت مولود برج العذراء توصل الى القمة باقل ضرر ممكن معقول انت تسببه لنفسك. الثلاث اسابيع الاولى من 1-20 حزيران يونيو هي الاقصى عليك بهذا الشهر، لكن هي الاهم.
وهي اللي بتحمل الطاقة والقدرة والمؤهلات لتوصلك إلى القمة. بهيدا الشهر كوكب المريخ يتنقل في برج السرطان يلي هو بالنسبة لك برج كتير صديق لك، الطاقة الكبيرة اللي عندك إياها وبالتالي بتقدر توظفها، بتحصل على القدرات اللي بدك إياها من خلال التفاعل والتعامل والتضامن مع الأصدقاء والآخرين. لتوصل لهدفك رح بيكون وبتضطر يكون من بالتعامل مع أصدقاء وأصحاب لك فقط لا غير. هذه الطريقة الوحيدة حتى مولود برج العذراء بهيدا الشهر يقدر يوصل إلى خط النهاية. فبنصحك أنا أنك تتعامل مع الأشخاص باحترام تام، بسكوت تام، أو بتفاعل إيجابي تام من دون انفعال ردات فعل أو خلق أو اختلاق مشاكل. الحلو جدا بهيدا الشهر أنه كوكب الزهرة كوكب الحب يقع في البيت التاسع عندك يلي هو برج الثور اللي هو السفر، فيبدو وكأنه بالنسبة لك باب السفر، بيت السفر، حقل السفر رح يجيب لك راحة، انفراج، تطور، رح يفتح قدامك أبواب كانت مسكرة بعيدة عنك، باب الدراسات وباب المغامرات والتجارب الجديدة صارت مفتوحة قدامك، عندك أخبار سارة حلوة من الخارج، من ظروف أنت ما بتعرفها راح توصل لك. هذا شيء كتير حلو. المشتري لأنه موجود بيت المال، بيت الثروة، وأنت بتعرف أنه أنا دايما بحكي وبقول أنه الثروة ليست فقط ثروة مالية، هناك ثروة داخلية، هناك ربح، تكريم، نجاح، تفوق. والمشتري يتقدم بسرعة بهذا الشهر ابتداء من تاريخ 9، فحضر حالك لأخبار تكريمية بترفع من شأنك، فلا عجب إذا سمعت أنت الأخبار اللي أنت بحاجة لها. هنالك تقدم نجاح، هنالك تسارع في الأحداث، هنالك قلق مزبوط، لكن هذا القلق برجع بكرر بيوصلك إلى خط النهاية. عاطفيا بعتبره شهر بحاجة لدراية، بدك تنتبه على انفعالاتك، تصرفاتك، طريقة تعاملك مع الآخرين لحتى ما يصير في اشتباك أو يصير في مواجهة معهم، بالعكس تماما تكون مرن، طول بالك، ما تزعل منهم. بعرف أنه مولود برج العذراء شخص كتير حساس ومعقول يزعل من الآخرين، فبطلب منك أنه تكبر عليك شوي وما تأزمه. هنالك انفراج ابتداء من تاريخ 21 حزيران يونيو، بس لما فقط يعني عندما يبدأ فصل الصيف مولود برج العذراء يرتاح وبيعرف حاله وين رايح، وهنالك حب للتعارف، وهنالك حب لاكتشاف الجديد، وهنالك حب للتعاون مع أشخاص ما تعاونوا معك من قبل، هنالك انفراجات، هنالك تقدم، هنالك تسلية، وهنالك فرح. فحاول مولود برج العذراء انك توصل الى اخر 10 ايام بهذا الشهر وانت مطمئن البال، ورح بتكون مطمئن البال. الفول مون بتاريخ 9 نوعا ما بخليك تكون عصبي، انفعالي، اعتباطي، وهش العواطف، فانتبه لصحتك النفسية قبل أي شيء آخر. هنالك بعض القلق يمكن يكون بسبب أحد الأفراد العائلة، هنالك تعب، هذا شيء صحيح. أما السوبر مون بتاريخ 24 الذي يقع في برج السرطان فيحمل لمولود برج العذراء محبة، يحمل تضامن، يحمل دعم، تأييد، تكريم، نجاح، ومنافسات حلوة شريفة أنت بتنجح فيها. ما تخاف من شيء، اشتغل مهنيا بكل احتراف مثل عادتك، هنالك قمة رح توصلها. عاطفيا تعامل مع أحبائك بطريقة لبقة، يمكن ما يحترموا أو يراعوا ظروفك الحساسة، لكن أنت أكبر وأنت أنضج من بقية الأبراج، وبتمشي الأمور بطريقة حلوة بالنتيجة، لأنه كوكب الزهرة كوكب الحب معك عم يدعمك هيدا الشهر. أفضل الأيام 1 و2، 11 و12، كذلك 20 و21، وبالتأكيد 29 و30 من أجمل الأيام.
أسوأ الأيام نسبياً هي 8 و9، أيضاً 22 و23 و26.